لهذا الشيء باش نخشي هنيشان في التلاجة. كيقولوا عليه الزول عباديات. فهمتوني شنو يلا نتوجدوا باش نمشيو للمدرسه. مقليش بزاف ديال الوقت، خصني نوجد في ميم با 10 دقائق. كيف ما كتشوفوا دابا ديجا 7:14 دقيقه، انا خصني 8 نكون في المدرسه، والمدرسه بعيده عليا في مدينه واحده اخرى، وغادي نمشي في طوموبيل واول مره. وراكم عارفين دابا الصباح كيكون بزاف ديال لومبوتياج، حيت الناس غاديين للخدمه وداكشي، وما بغيتش نوصل معطله من النهار الاولاني، حيت هذا النهار فين غادي نمشيو نسجلوا في المدرسه، وقالوا لي 8 خصك تكوني تما. دونك يلا، اول حاجه غسلت وجهي بلا جيل نيتوايون بلا حتى شي حاجه، غير بالماء. غادي نستخدم هذا التونر، هذا ديال برايتنين تونر ديال سكين 1004 اللي هي واحد البراند كورية. اوكي ودابا غادي ندير هاد سان سيروم من نفس البراند. هذه بالهيالورونيك اسيد وفيها اس بي اف 50%. صراحه زوينه بزاف، انا كنستخدمها سيرتو بوغ ايدغاتي السكين ديالي، حيتاش راكم عارفين دابا في البرد البشره ديالي كتولي شويه ناشفه، واخا انا على باز عندي بشره دهنيه ومتعرضه للحبوب، فهذه الصراحه حسيت بها كتايدغاتي لي لابو ديالي بلا ما كتخلي لي داك الافكت مزيت يعني الاويلي افكت، ما كتخليهش البشره دهنيه. باغ كونطخ كتايدغاتي لا بو، داكشي روعه. هاك بالنسبه للايبرو غادي نفيكسيهم بهاد الماسكارا ديال شي غلام الشيد سميتها شوكليت. اوكي مرايتي فين هي؟ اوكي فكسينا الحجبان ما عمرتهم حتى شي حاجه. غادي ندير هاد ليكويد بلاش من شي غلام، هذه الكوليكشن اللي كانوا داروها مع ايقونه الجمال، فلونه احمر. اوكي اللون ديال البلاش احمر ولكن جلوسي. اوكي كيجي بحال الشكل ديال الجلوس الا ما عرفتوش شنو كنقصد. ودابا غادي نستامبي كاتي واحد لي في ناتوريل فنفن، ولا كنقص الاضاءه نوريكم. هاد التانت هذا ديال شيكلام،
كنفكر واش ندير ماسكارا ولا ما نديرهاش. غادي ندير شويه د ماسكارا. هاي شويه ديال الماسكارا. وصافي وهكا نكونوا واجدين. واخيرا وصلت اغرب مدرسه شفتها في حياتي كامله، ولكن كنت بيتني عامره قلت صايد عنك لقيت بارك. المهم بقاوتي هنايا، غادي نمشي نكمل شغلي وديك ساعات نرجع لكم. يلا بسم الله توكلنا على الله. هاي بسيز، دابا فين نقدر نصبح عليكم نقول لكم هاي بسيز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش خباركم؟ مش كتعاودوا؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وبدايه اسبوع موفقه، يكون نهاركم دايز هو هذاك، صباحكم هو هذاك. نتمنى يا ربي النهار ديالكم يدوز زوين بزاف، واللي في خاطرو شي حاجه تقبالو. المهم لقيتوني انا يلا كملت من المدرسه، مشيت تعرفت على القسم ديالي ولا الجروب فين غادي نقرا. دونك انا غادي نبدا معاهم حتى الاخر، ماشي الاخر اون فيت، في 15 في الشهر عاد غادي نبدا معاهم، يعني مورا العطله ديال الخريف، حيت كاينه واحد العطله قريبه فيها جوج ديال السيمانات. شايسه، ومشيت عمرت الوراق راكم عارفين. كان عندهم لونجلي اليوم، كانوا غادي يقراو، كانوا كيقراو لونجلي جو بونس. كان عندهم اليوم لونغلي، دونك كان عندهم اليوم لونغلي، عمرت الوراق وداكشي وصافي ومشيت بحالي. دابا غادي نمشي بحالي. دابا فين نقدر نصبح عليكم نقول لكم هاي بيسيز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش خباركم؟ مش كتعاودوا؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وبدايه اسبوع موفقه، يكون نهاركم دايز هو هذاك، صباحكم هو هذاك. نتمنى يا ربي النهار ديالكم يدوز زوين بزاف، واللي في خاطرو شي حاجه تقبالو. المهم لقيتوني انا يلا كملت من المدرسه، مشيت تعرفت على القسم ديالي ولا الجروب فين غادي نقرا. دونك انا غادي نبدا معاهم حتى الاخر، ماشي الاخر اون فيت، في 15 في الشهر عاد غادي نبدا معاهم، يعني مورا العطله ديال الخريف، حيت كاينه واحد العطله قريبه فيها جوج ديال السيمانات. شايسه، ومشيت عمرت الوراق راكم عارفين. كان عندهم لونغلي اليوم، كانوا غادي يقراو، كانوا كيقراو لونغلي جو بونس. كان عندهم اليوم لونغلي، دونك كان عندهم اليوم لونغلي، عمرت الوراق وداكشي وصافي ومشيت بحالي. دابا غادي نمشي بحالي. بدا دابا حتى ال 15 في الشهر، ديجا خصني مازال نسني الفتره ديالي ديال البيتريب اللي غادي، يعني البلاصه فين غادي نخدم فيها، وخصني نجيبها لهم هنايا. والمهم بزاف ديال الحوايج، مي بون هنا تقيت في المدرسه دابا حيدتها عليا، ودابا غادي نتسنى غير نسني الكونترا ديال البيتريب. المهم داكشي ما نقدرش نقول لكم دابا لي ظروفين، ما بغيتش شي ناس يعرفوا. خص حتى دوز واحد الفتره، واحد غادي دوز واحد شويه غادي نقول لكم شنو وكيفاش وعلاش وشنو غادي نقرا وشنو غادي شنو المايستر اللي غادي ندير. المهم داك التخرب كامل، حيت عارفه بزاف ديال البنات متابعيني هنا عايشين في المان، باش هكا نعطيهم فكره الا كانوا باغيين حتى هما يديروا نفس
الدومين ديالي ياخذوا فكره. بون حيت المدرسه عليا دابا ديجا 8 تسعدوا شي حاجه. الصراحه ما عرفت شنو غادي ندير. ليت صونا ليا قال لي بلي شي اغراض ديالنا وصلوا من المغرب، دونك خصنا نمشيو نجيبوهم من دوسلدورف. امير مشى للكيندرغاردن وشفتوا علاش درت القهوه في هذا الكاب هذا ديال البلاستيك، كنت عارفه كون بقات في الدار ما غاديش نشربها، حسن نمشي نشري قهوه بالساورو من برا. دونك شريت هاد الكويسات بحال هكا من تيمو، كيجي يمكن شي 30 بالغطيات ديالهم وكاين الاحجام. انا شريت هاد الحجم هكا حسيتو مناسب. المهم وتقدروا ترميوهم، تقدروا لو بغيتو تغسلوهم وتعاودوا تستخدموهم، انا غادي نرميهم المهم كيف ما بغيتو. دابا عندي الرمي الدار، خصني نمشي للاكشن، خصني نمشي لسيفورا، خصني نمشي لايكيا، خصني نمشي للاكشن. بغيت نشري اكسيون، حنا في لامان كنقولوا اكشن، خصني نشري واحد المهم دابا نوريكم شنو غادي نشري. واحد الكويسات ديال الماء خلاتها ماما، هذا ماشي كاس، هذا قلاز. وكنت قلت لكم باللي وصلتني واحد لا كوموند اللي ما عرفتش ديالها الصراحه، غالبا ديال شي كلام ولا شي حاجه بحال هكا. خصني نمشي نجيبها، وحتى ديك الساعه جو بونس غنمشي للدار عند ليت. ليتس جو، ما غاديش نقدر نصور لكم حيتاش دايره الجي بي اس، كندير جي بي اس بالتليفون. دونك بسم الله يا ربي. الو الو، غادي تشوفوا البنات هذا هو الباكيت اللي وصلني، يمكن عارفه شنو الداخل. المهم اللي متاكده منه انه الباكيت جاني من شي كلام، از يو سي بيسيز شي كلام. بالحق كنت بزاف ديال الحوايج من شي كلام، واحد الجيلي تشيك اند ليب ستاند، وكنتسنى الكالندر ديالهم، وبالحق هذه كاتبين شي غلام هير، دونك شي حاجه متعلقه بالهير جو بونس. كانوا خرجوا واحد الهير كيرلر، بالحق الهير كيرلر ما غاديش يكون كبير حتى لهكا الا لا كان معاه شي برودويات وحدين اخرين يمكن، ولكن فيك بحال شكل ديال بابيليس، ولكن ما كنطش انه يكون كبير بحال هكا قد راسي. فهاد الباكيت راه كبير، دونك صراحه ما عارفه شنو الداخل، ما متاكداش من شنو الداخل. اوكي شي حاجه كتخص الشعر، ولكن شنو هي اي دون نو. سو غادي ندير لكم انبوكسين ملي نوصل للدار. ليت كيتسناني وكيصوني لي حيت تعطلت. ايوا ماما البنات لقيتوني جيت للدار. جمعت بيتي وداكشي، دابا قلت بلا ما نمشي نجلس خليني اول حاجه نفتح معكم هاد الكرتونه باش نشوف شنو فيها، حيتاش حتى انا راسي ضرني ودخلني الشك، ما بقيتش عارفه شنو الداخل. اوكي هذا هو البوكس، ها كيفاش كيجي. باش نحلو هاد الباكيت تشنضلت باش عاد نقدر نحلو. بون كاتبين عليه شي كلام هير هوت ستريك كير.
هيد بروتكشن اب تو فاست اند ايزي. واو او ماي جودنس، شوفوا هادشي زين. ها كيفاش كيجي البوكس البنات من الداخل، ولكن ما فهمتش واحد الحاجه، ما فهمتش واحد الحاجه، كاينين جوج من هادو، علاش زعما كاينين جوج، كاين هذا وكاين هذا. دونك كيجيو هاد الكيرلر بحال هكا، جو سي با علاش جوج، جي با كومبخي. المهم هادشي تيبان ليا بحال بحال، ما عارفاش علاش صيفطوا ليا جوج، مي غادي نشوفوا علاش وكيفاش. هنا كيجيو هير كليبس، المهم هذا كاتبين ادابتور دو فواياج على ودي جو بونس ال عرفتو شنو ملينا على حالتي مقلزه في السنه. هاد التو برودكت هذا، هاد الستريتنر هذا ماشي ستريتنر، هير كيرلر، ما عرفتش علاش مسافته ليا جوج، دابا نعرفو. هذا كاتبين ادابتر ترافل ادابتر، انا عرفت ديالاش الصراحه، كان خاصني واحد اصلا. ها كيفاش كيجي، على حسب راكم عارفين كل بلاد فيها بريز مختلف، دونك هذا مزيان للبريز، فهمتوا؟ الا كان مثلا اي ديال اوروبا هكا، ديال يوكي، ديال USA، ديال يونايتد ستيتس بوحديتو البريز ديالهم فيه يمكن ثلاثة. ديال اوروبا راه معروف بريز عادي بحال ديال المغرب. هير بروتكتور، هادشي اللي فهمت. كيحملكم صراحه واعر الباك، صراحه الباكاجين حمقني، اش تقول احسن ديال كراستاس، شوفوا شحال كيحمق وزاج والله لفن، شفتو غزيول. وهذا البنات ليف ان بروتكشن سيروم، هذا كديروه مورا ما كدوزو وكتخرجو، واو او ماي جاد. شوفوا البنات الباكاجين، لا 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 شوفوا لي الباكاجين شحال كيحمق كيسطي، او ماي جاد شوفوا، عرفتو الباكاجين كيحمق، ما تدوش على يدي المحنشرين، حيتاش غادي يبان لكم بحال الا الوسخ، راه ماشي الوسخ. البارح مشيت قطعت ما عرفت واحد الخضره هكا موف، وهي طلق لي اللون بون في طفاري. شوفوا كيفاش داير الباكاجين كيحمق، باش ما ندوخكمش حتى نتوما. هذا البنات ليف ام سيروم، وفيه بروتيكسيون ديال 230 دوغري اللي كيحميلكم شعركم حتى ل 230 دوغري، يعني ملي كدوشو كتابليكيوه على شعركم، وهذا تقدروا تابليكيوه قبل ولا من بعد، يعني تقدروا تابليكيوه مع السيروم، حتى هو فيه واقي حراره كيحميلكم شعركم حتى 230 دوغري. كيف ما تقدروا تابليكيوه من بعد ما تصايبوا شعركم الا ابليكيتيو هذا ليف ان هذا، حيت ديجا هذا تا هو فيه واقي حراره. هذا تقدروا تابليكيوه مورا ما تصايبوا شعركم، كيعطيكم الجلوي افكت، هذاك الشايني هير جلوي هير، فهمتوا؟ هو هذا. اليوم بان لي ما غاديش نستهلو كاع من الباكيتات، وصلني هذا الباكيت من دوغلاس. غادي نبقى لابسه حوايج، هاد الكسوه غتشوفوني لابساها النهار كامل، حيتاش ما غاديش نمشي نبدل، ديجا الجو ماشي زوين، وما غادا حتى شي بلاصه، غنمشي للاكشن كيف قلت لكم، نشري داك الغرف ديال الماء اكيد عرفتوه، وغادي نمشي للسانترو المول باش لايت يدير شوبينغ، غادي نديرو شوبينغ لايت ماشي ليا، حيت هو بغى يشري شي حوايج، ونقدر نمشي لسيفورا، نقدر نمشي لسيفورا، بغيت شي لعيبات في دماغي اسبيرون نلقاهم. بون غنفتح معكم فيت في هاد الشيء دوغلاس. الناس اللي ما عارفينش دوغلاس داير بحال شكل ديال سيفورا، هي كاين في الالمان بحال شكل ديال سيفورا، اللي كاين في سيفورا كاين في دوغلاس.
اول حاجه كومونديتها هو هذا الفونديشن ديال جوجو ارماني. اوكي ثاني حاجه جبت هذا البلاش فلتر من عند هدى بيوتي، هي هذه هو هذا، هي هذه هو هذا. المهم بلاشز جدادين ديالها اللي داروا بوم، وجبت الشيد سميتها بلاك تشيري اللي كيعطي لكم داك لفي زوين بزاف ديال تشيري. اوكي هي الماسكارا ديال هدى بيوتي، هذه قلت البنات مستحيل ما نجيبهاش حيتاش خطيره 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 خطيره. الا عندكم يعني الا تقدروا تشريو ماسكارا غاليه نصحكم بهذه ديال هدى بيوتي اللي سميتها وان كوت واو، فريمون وان كوت واو، غير بوان كوت كتحسوا برموشكم طلعوا السماوات السبع. هي هذه. اوكي جبت النيو كونسيلر ديال ماك كوزميتكس اللي عارفيني انا كنحمق على شي حاجه سميتها ماك، كنحمق على لي برودوي ديال ماك، فريمون لي برودوي ديالهم فنين فنين فنين. ونزلوا نيو كونسيلر اللي هو هذا اللي سميتو 24 اور ليمينوس ليفت كونسيلر، وفيه البنات سكين كير. هو هذا شوفوا الباكاجين ديالو فن بزاف. ما يمكنش يا ربي صبرك. طلعت كومونديت جوج ديال هاد البيلينغ هذا ديال دي اورديناري، هو هذا البنات داك الغوز. ما يمكنش كومونديت جوج وما رديتش البال، وانا اصلا مازال ما عمري ما تيستيتو، وكنت دائما باغا نتيستيه وكنت خايفه نتيستيه، فقلت نجيب واحد نتيستيه. وتخيلوا دابا ما يجينيش مزيان، تخيلوا ما يعجبنيش، وهذا شنو ندير به؟ وي ماشي مزيان، يقدر ياثر ليا على بشرتي وينوضوا لي بزاف ديال القنابل النوويه، مي قالوا مزيان، قالوا مزيان. دونك غادي نجرب، غادي نجربوه ايتاب باغ ايتاب، غادي نجربوه في قيته قليله وتعاودوا تزيدوا الوقت وكذا وهذه وهذه. دابا نجربوا معكم ونشوف. دونك هادشي اللي جبت، ويلا مشيو ال اكشن. لقيت عنده واحد الدوق كينويل، خصنا نهار باش نلقاو جاكيطة اللي تعجبو. بغي شي جاكيطة، درنا المول كامل حتى حاجة ما عجباتو. دوقو صعيب بزاف 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 في الحوايج بزاف. انا كنقول دوقي صعيب، ولكن دوق لقيت قال لي شي ما عرفتيه. من الصباح حنا كندورو على ود جاكيطة، مازال ما شفنا حتى شي حاجة غير كنقلبو على جاكيطة، مازال ما نلقاش. دونك جو بونس غادي ناخذ هذا، غادي ناخذ هذا الكوفي هذا اللي فيه ثلاثه ديال لي بلوس. ما عرفتش كنفكر ناخذ حتى هذا البرونزر ديالهم، مي ما عرفتش ضايخه بين هذا وبين ديال تو فيست، ما عرفتش ناخذ هذا ولا ديال تو فيست. واخيرا جابوا لنا ميك اب باي ماريو هنا في السيفورا ديال اوباهاوزن. I'm so excited نجرب هاد البلاش ستيك والكريم برونزر ستيك هذا. كافي بريك. المهم انا جبت لاتي وليت جاب لاتي. كم هي لحتى نشوف. وجبنا هادي سميتها فانيلا كريم شوكو كام، هذه يلا جابوها جديده. وما كيفاش كتجي عامره بالفاني والشوكولات. اوكي ديك الشان
ميته 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 اليوم عييت بزاف دائما فين كنايا جينا نيويورك حيتاش لايت خصو شي حويجات بازيك هادوك اللي كيتلبسو تحت الجاكيطه وصافي حيتاش ديجا شرا جاكيطه ومقطنه بزاف دونك بغا شي حاجه تكون هكا خفيفه من التحت دابا غنمشيو نجيبو امير ونمشيو نشريو الحوت 3 hours later زوغو لقيت لينا رجعنا للدار المهم دابا جيتني شال الكوزينه حيتاش ما بقاش الوقت علي نستا جيتني شال الكوزينه باش نطيب الغداء كيف ما في اخر مره شفتوني فين كنت كنت عند دوك المحل اللي كيبيع الحوت كيجيب الحوت فريش وصراحه جديد وزوين دونك شرينا شويه ديال الحوت هاد الحوت البنات انا كنشدو كنجمدو و كنشدو كنفركو وكنحطو في الفريغو باش كل مره ملي كنبغيه كنجبدو ليس ما كياكلش الحوت كياكل غير الكروفيت وهاد هاد البانغوس سميتو يمكن بانغوس ما عرفتش شنو سميتو ولكن كيجي بحال هكا فيلي الحوت الابيض فيلي دونك كياكل يا هاد الفيلي يا الكروفيت دونك شرينا شويه شويه من الحاجه وانا شريت ليا شويه ديال سلمون لاكس حيت الصراحه بعد المرات كنرجع للدار معطله ولا كيكون فيا الجوع ما كنعرف شنو ناكل كيف كنشد هكا طريف بحال هكا كنشري طروفه كندير عليه شويه ديال الحامض شويه ديال الملحه شويه ديال التوابل وكنخشيه في الاير فراير ميم با 15 دقيقه كيكون واجد كناكلو مع شلاضة ولا روز ولا شي حاجه ولكن اول حاجه جو بونس غادي كل حاجه نغسل هذا الشيء باش نخشيه نيشان في الثلاجه باش ما يبقاش برا يخسر هذا الصراحه ما عرفتش شنو سميت جو بونس سميتو بانغوس ولا شي حاجه بحال هكا حتى هو غادي نبقى غادي ندير كل جوج بوحديتهم هكا تادا وهي البنات سباغيتي ديالي وجدات المهم زدت لا كريم فريش وزدت شنو اخر زدت طوماط سوريز ومن بعد حتى طابت لاصوص وزدت عليها دابا سباغيتي باش هكا تشرب هذيك لاصوص وزدت عليها الحوت اللي طابلينا من الفوق وغا البنات الصراحه ما بقيتش عاقله شحال ديال الوقت داز من اخر مره صورت لكم مي اللي عاقله انه اخر حاجه كنت صورت عليكم ملي كنت في المول بون الفلوق جا شويه طويل وداز بزاف ديال الوقت باش ما صورتش يعني وقلت خصني ضروري نكمل الفيديو باش نحطو لكم ملي شفت هذا الكيت هذا قلت واي نوت علاش لا اصلا مجموعين فيهم تقريبا الشيز كاملين كيعجبوني ان ماي فيفورت شيد هي هذا البلاك تشيري كتحمل عندي واحد رونديفو الصباح مشيت لاصال الصباح ودواش وكان عندي جوج ديال رونديفو واحد مع تسعود وواحد مع تسعود وناس ودست دست الغصمان الغصمان دست الغصمان شريت شي لعيبات غادي نوريهم لكم بيان في اوكي ماشي هادشي هي القضيه ديال فيتا بيان في المهم شريت هاد الماسك ديال لوريال كيقولوا عليه زوين بزاف وكيقولوا بلي كوم كوا ريت داينا ليتس دراي سنتيمتر
المهم ما عرفتش كيفاش نقول لكم بالعربيه، ولكن تنقيدوا الثلاثة سنتيم اللي تيكونوا لتحت اللي خصكم تقطعوا باباهم، داك لي بوينت اللي كيكونوا عندكم، المهم هاد الزغيبات اللي كيكونوا ها 3 سنتيم اللي تيكونوا لتحت، هادو الاغلبيه اللي تيقول لك خصك لا تقطعيهم حيت كيكونوا مشنتفين ومحروقين. مع هاد الماسك كيقول لك لا لا ما تحتاجيش انك تقطعيهم حيت هذا كينقد لكم داك 3 سنتيمتر. شريت 3 ديال لي بلاينرز هما هادو. اوكي فوالا، شريت 3 ديال لي بلاينرز من عند لاماك المفضله عندي ديال لي بلاينرز اللي هي ريفال دو لوب. فوالا اوكي، هذه ارخص ماركه كتعتبر عندنا في الالمان وموجوده في لوغسمان وفي الدي ام. الشيد الاولى سميتها 13 نوغا، والشيد الثانيه سميتها 09 بلام، والشيد الثالثه اللي سميتها 11 سكارليت. اوكي هادو هما لي بلاينرز اللي انا كنستخدم دائما دائما دائما. قالك لالا اسانس كوزميتيكس عندهم ارخص لي بلامبر في العالم، ومكتوب عليه اكستريم بلامبين. بلاتي ندير لكم فوكس. فوالا ها كيفاش كيجي. فوالا هذا كيجي فيه الجلو شيمر وداك التخربيق، وهذا كيجي ترانسبارون جلوس عادي ما فيه حتى شي لون، ما فيه حتى شي لمعه ولا حتى شي حاجه. ها كيفاش كيجي، ريحتهم عادي الصراحه. المهم غادي نكون وصلنا للخا ديال الفيديو، جيسبر ان الفيديو تنال اعجابكم، و الا كنتم مشتركين في القناه تشتركوا وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا باي فيديو جديد حطيته. ان شاء الله جايين فيديوهات زوينين بزاف ديال المدرسه، ديال البلانينغ، ديال كيفاش لي روتين، ديال الخدمه، ديال شنو كناكل باش كنقص في الوزن، تشالنج ميك اب. المهم بزاف 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 بزاف. مازالين ما متابعينيش في تيك توك وفي انستغرام، غادي تلقاو لينكس في الديسكريبشن بوكس. فوالا هادشي ما كاين البنات، تهلاو فراسكم بزاف بزاف، بيزو كبيره ليكم، نشوفكم في فيديو جاي، باي باي.